Simple Ukraine. أهلا وسهلا بكم في قناتنا. صباح الخير أصدقائنا الأعزاء. الآن سننطلق من قريتنا إلى مدينة بوريسبيل لنلتقي بأحد المشتركين الأصدقاء. سأجري مقابلة صحفية، سنطرح على أستاذ فادي وزوجته الأوكرانية بعض الأسئلة الممتعة. أخذنا لأستاذ فادي ولزوجته الأوكرانية بعض الهدايا. أمي أخذت البطاطس والبصل والكوسة من مزرعتنا وهكذا، وأنا أخذت أيضا بعض الأشياء الأوكرانية. أخذت هذه القفازة، هذا فهمتم لي عندما تأخذون أشياء ساخنة من الموقد يجب أن تستخدموا في المطبخ هذه القفازة وكذلك هذا القماش. كذلك سنهدي هذه الملعقة الخشبية وهذه المفكرة. وأمي تحمل انظروا هذه الخضروات من مزرعتنا. قد وصلنا إلى مدينة بوريسبيل. والآن يعني سنلتقي بالقرب من ماكدونالدز وسينضم إلينا أبي وكذلك سينضم زوجة أستاذ فادي. سيكون اللقاء رائعا، أنا متأكدة من ذلك. وصل أبي. أبي أهلا وسهلا. اسبريسو كابوتشينو. الحمد لله قد التقينا بأصدقائنا أمال وفادي وأم أمال إيرينا وكذلك هنا أبي وأمي. الآن نحن نجلس في المقهى، انظروا نشرب بعض المشروبات اللذيذة، ضيفونا بمشروبات باردة وساخنة. مرحبا بكم أصدقائنا الأعزاء، أنتم خجلون للغاية، خجلون أو خجلة، أحيانا أخطأ. أولا أريد أن تعرفونا بأنفسكم من فضلكم لكي يعرفون. من سيبدأ؟ أها تفضل. أنا اسمي فادي من لبنان وزوجتي أمل أوكرانية لبنانية وحماتي أوكرانية. ممتاز. اسمها؟ إيرينا. إيرينا، إيرينا مرحبا. أبي فرصة سعيدة. تفضل فادي. فقط هذا، من أي مدينة أنتم؟ نحن سوف أتكلم باللغة اللبنانية للأسف الفصحى. صح تفضل. نحن من مدينة صور في جنوب لبنان. مدينة صور مدينة فينيقية، من أول المدن الفينيقية في العالم. مدينة صور تحتوي العديد من الأثار الفينيقية والرومانية، ونحن لدينا أجمل شاطئ في لبنان وفي الوطن العربي. وأيضا صور مدينة غنية بالأثار والتنوع الثقافي والتنوع الديني والتنوع الاجتماعي. وأيضا لدينا في صور ثاني أكبر ملعب روماني في العالم. وأيضا لدينا أول كنيسة في العالم بنيت قبل كنيسة القيامة بتسع سنوات. واو.
ومدينتنا هي المدينة التي اخترعت الحرف وأرسلته للعالم. وقارة أوروبا سميت على اسم أوروبا نسبة لبنت الملك الصور أنذلك الذي سمى اسم ابنته أوروبا. وهناك بعض الأقاويل أن أتى حصان وخطف أوروبا إلى ثور خطف أوروبا الفتاة أوروبا وأرسلها إلى أوروبا وسميت أوروبا على اسمها. سميت القارة على اسم ابنة الملك. واو شكرا جزيلا لكم على هذه النبذة الممتعة. ما شاء الله نستزيد علما بفضلكم. جميل أمال حدثينا عن نفسك قليلا. أيضا أمي أوكرانية وأبي لبناني. أنا معلمة رسم للأطفال في المدرسة. رائعة. أيضا أنت لطيفة للغاية. والله دائما مبتهجة ومبتسمة. أتمنى أن يعني دائما تكون ابتسامة على وجهك. شكرا. شكرا. أنت أمال ولدت في أوكرانيا صح؟ بالرغم من أن أباك لبناني. أبي وأمي كانوا يعيشون في أوكرانيا ولاحقا عندما كنت في السادسة من عمري ذهبنا إلى لبنان ونأتي كل صيف إلى أوكرانيا. ممتاز ممتاز ما شاء الله. شكرا على هذا المحب. زوجي اللبناني إلى أوكرانيا أيضا. واو ممتاز. الآن أريد أن أسأل فادي زوجك عن انطباعاته من أوكرانيا. متى زرت أوكرانيا لأول مرة؟ في أي سنة؟ زرت أوكرانيا لأول مرة في سنة 2018. واو الآن هذه رابع سنة لي هنا في أوكرانيا. أوكرانيا بلد جميل جدا. شكرا. شعبه طيب جدا. ألف شكر. الأجواء والطقس والخضار رائع جدا جدا جدا. أنصح الجميع بالقدوم إلى أوكرانيا. شكرا جزيلا على هذا الإعلان الترويجي. شكرا على إخلاصك. هذا ليس إعلان إنني أقوله حقيقة. شكرا. عندما تأتي إلى أوكرانيا سوف تعشق هذا البلد. الشكر على هذا الكلام الدافئ. هو ينتظر الصيف بفارغ الصبر لكي يأتي إلى هنا. وماذا عن الشتاء؟ لماذا ليس في الشتاء؟ في معظم الأوقات في الشتاء نكون في لبنان لأن لدينا أعمال في لبنان. لا نستطيع القدوم إلى أوكرانيا إلا في الصيف. لهذا لم نجرب الشتاء في أوكرانيا حتى الآن. فهمت. ولكن يجب أن تعيدوني بأنكم ستأتون إلى أوكرانيا في الشتاء. يجب أن تشاهدوا جمال أوكرانيا في كل فصول السنة الأربعة. يعني في الآن نحن في الصيف بعد ذلك الخريف الشتاء والربيع. نعم إن شاء الله نحضر الجاكيتات السميكة. نعم والجزمة وماذا أيضا قفافيس بشاخ قبعة. نحن لا تثلج عندنا في منطقتنا لم نرى ثلج عندنا مدينة ساحلية منذ أربع سنوات. لذلك والله أتمنى أن تزوروا أوكرانيا في الشتاء وتلمسوا الثلج وتلعبوا مثلا كرات الثلج. تعرفون رمي كرات الثلج هكذا وسننحت مثلا رجل الثلج سنتزحلق على الجليد. ممتاز. إيرينا أعرف سرا عنك أنك تتكلمين بالعربية. قولي لي شيئا بالعربية. أنا كثير مبسوطة بتعرف عليكم أهلك وصار أعرف شوي إشياء عن أخواتي. أوه ألف شكرا. كثير مبسوطة
الشكر إيرينا على قدومك إلى لقائنا وعلى طيبة قلبك. دوجا جاك يا زا ваша добра серце що прийшли на зустріч. Дякую. Ум سعيدة للغاية وأبي أيضا. أبي هو أبي. ويعني جيد المشابي أبي وقبلي. أبي الآن بعد تعرف عليكم يريد أبي زيارة لبنان وأنا أيضا أريد فعلا إن شاء الله ستنفرج الأمور المتعلقة بهذا الفيروس يعني الوضع في العالم وسناتي أريد جدا ذلك أرغب في ذلك الشكر أنا أحببتكم للغاية أحببتكم الجميع وأريد أن نبقى على تواصل دائما طبعا أتمنى لكم كل الخير يحفظكم الله وكذلك يرزقكم شكرا بكل الخيرات يعني أنا نسيت كل شيء ونحن نتمنى لك أن تبقى على هذه الطاقة الإيجابية دائما شكرا جزيلا عندكم أيضا طاقة إيجابية ونحن نتبادل هذه الطاقة الشكر الآن حان الوقت لنشرب المشروبات مثلا لأن مشروبي يتكون من المثلجات وهي قد ذابت هذا المشروب يسمى هلاسة توت مثلجات مروزفو إيش مشروب يحتوي على الكافيين القهوة القهوة وهنا لأمال ليمونادة ما شاء الله وأمي لديها سان رايز مشروب سان رايز هناك عصير برتقال وكذلك قهوة أبي يوري نفسه أبي كان هكذا مجعد سليم هذا أبي عندما كان في ريعان شبابه جميل موضة موضة وكذلك هذه الموضة كانت في الستينات والسبعينات موضة ولكنه كان مجعد طبيعيا نعم أبي يشرب كابوتشينو كانت هناك علامة القلب الجميلة وإيرينا تصويرنا أيضا أريد أن أرسخ هذه اللحظات إلى الأبد لأنني لا أعرف متى سنلتقي مرة أخرى ولكنني أريد أن نكون على تواصل وإن شاء الله نحن سنأتي إلى لبنان дай Боже теж Ливан поїдем Аби там внуки, діти, невістки, самий старший там, такий здоровий стоїть. Фаді, ма аграб шей, яні, нам, ма гуа ашей аль аграб, аль лази ваджахтаху фі Україна. يعني عندما وصلت إلى أوكرانيا الشيء الذي أدهشك أو الشيء الذي كان غريبا بالنسبة لك في أي مجال في يعني فهمت الشيء الغريب نعم الصراحة هنا الخضار في أوكرانيا جميل جدا ونحن نفتقد لهذه الخضار في بعض المناطق اللبنانية لأن لبنان حجمه صغير وكمية العالم التي تعيش في لبنان كبيرة نفتقد إلى الغابات ما شاء الله هل عرفتم أن كييف العاصمة الأوكرانية هي تعتبر من أكثر عواصم العالم خضرة في كييف توجد 70 حديقة كبيرة و 100 حديقة صغيرة عرفتم يعني نعم ونحن لا نتخيل حياتنا بدون هذه الأشجار الخضراء عندنا غابات
وأدعوكم لزيارتنا في قريتنا ورنكيو، هي قريبة من مدينة بوريسبيل التي نحن فيها الآن، ويجب أن تزوروا. يعني كم باقي لكم، يعني كم من الوقت باقي لكم وأنتم ستبقون هنا؟ لحد الآن لا نعرف كم بقي لنا الوقت، لأننا لم نضع خطة للعودة إلى لبنان حاليا. يمكن أن يعود، يمكن أن لا نعود، يمكن أن نقوم. ما شاء الله. إذن أمامنا لقاء في قريتنا، يجب أن تزور، وسنحضر مشويات أو شيء تحبونه مثلا، فهمتم؟ أو سامك لعارف ماذا تحبونه. ما يعني ما أكلاتكم المفضلة؟ أمي المفضلة بالمياني. بالمياني، واو ممتاز. فادي وأنت ما أكل طبق، كل طبق أوكراني مفضل؟ فرينكي. بأي حشو؟ بالبطاطا. واو جميل ممتاز. يجب إذن يجب أن نحضر فرينكي عندما ستأتون. جميل جدا. فادي، ما هي الكلمات التي تعلمتها حفظتها عن ظهر قلب؟ كلمات أوكرانية أو كلمات روسية؟ لقد تعلمت بعض الكلمات. أول كلمة تعلمتها في أوكرانيا هي شتيري. أربعة. شتيري؟ لماذا؟ لا أدري. أظن أننا كنا في المترو ونريد أن نشتري جيتونز. فتعلمت هذه الكلمة لأني ذهبت لأشتري 4 جيتونز. ما شاء الله. Перше слово, яке Фаді вивчив, було слово 4, бо потрібно було в метро жетончики купувати, всіх було 4. هناك طفلة صغيرة تقربنا هنا علمتني 3 كلمات: жолтий, зелений, красний. Жолтий, зелений, красний. Від Росії. Яні Альван і Шарат Аль-Мурур, са? Кольори світлофора. Так, навчила маленька дівчинка, ну, родичка. وأيضا تعلمت كلمة عندما أذهب إلى الدكان لكي أشتري ماء. يا хочу воду. يا хочу воду. ما شاء الله. خاصة في الصيف يجب أن تطلب الماء من المتاجر. جميل. تعلمت أيضا بعض الكلمات عندما أقابل شخص كبير، أقول له دراستي. здравствуйте. ما شاء الله. كل مرة أخرى. دراستي. الكلمة صعبة ولكنك ما شاء الله. بعض الكلمات: كيف حالك؟ كاك ديلا خيراشو ستيفا نورمالنا. ما شاء الله ممتاز. جدوب. شكرا على الإجابة المفصلة. شكرا. تذكرت شيء جديد؟ الآن لا. حسنا. استراحة. Оце, вона тоді мам, це, а я, ну як, воно мені вже відклалося в голові, а я, значить, я сижу в блокнотику, записую, думаю, що я так. Мама, ну скажи слова, які ти вивчила арабською. Менехір. Менехір. Покажи, що це менехір. Ну, чай. А, ні, правильно. Бакара. Бакара. Зубаба. Зубаба. А, тата Тааля. Любить тата Тааля. Абі, Умі. Абі, Умі, це мій тато, моя мама. Ну, нічого. А ну, мам, ще? Та ну, маєш, хіба я зараз... Та закарі, Умі. А ну? Ну, як буде я тут? А, Анагуна. Як буде, слава Богу? Слава Богу, ой, тільки що ж я казала. Ну, коротше. Аль? Коротше, перший клас. Альхам? Альхамдулілля, це слава Богу. А шукран джазілян, дуже дякую. Джаміля. Я знаю, що правильно. І я знаю, що шукран джазілля. Машалла. О, машалла. А привіт як буде?
مرحبا مولودات احسنتي امي والله اصدقائي تزودت كثيرا بطاقة إيجابية من هؤلاء الناس الرائعين جدا كم هم إيجابيون وطيبون وكرماء وجملاء يعني أنا سعيدة جدا هذا اليوم رائع هذا اليوم توكل بالتعرف على أسرة ممتازة نشاهد صورا مختلفة Вулітат Амаль фі Україні фі Мадінат Бердичів, Мухафазат Житомир. Фаді, кейфа асарта аля канатіна аль мутавадиа? أرسلوا لي فيديو هذا الفيديو يا زبطلو فادي يا بيرنا تروفرنا ناش كانال هذا الفيديو الأكثر شهرة في لبنان نديسلالي فيديو قدام فيروس ما أجا أهلا بكم في أوكرانيا هل هناك في النهاية إضافة مع الجمال صح؟ من يتوافد على أوكرانيا؟ شكرا وماذا كيف يعني هذا الفيديو ليس من قناتنا طبعا أنا حملته يعني لاحقا ولكن هناك ماشي روبوتو пропонували هاك فادي تفضل هناك بعض الأشياء في جوجل عندما تضعين صورة وتضعين سيرتش عليها يقول لك من صاحب هذه الصورة أو من أين وجدت هذه الصورة أو أين وجد هذا الفيديو يعني مثل هذه كيف كوكيز شيء قريب بحث دقيق يعتبر أفهم نعم وضعت الفيديو وقد أرسلني إلى القناة ما شاء الله شكرا يعني هذا شرف لي أنكم تشاهدون قناتي إن شاء الله سنطور قناتنا يعني مع مرور الوقت لأنها الآن متواضعة جدا ولكننا يعني نصور كل شيء بعفوية بالعكس لأنها عفوية إنها جميلة وممتعة لأنها عفوية شكرا لكن أريد أن أزيد قناتي إفادة يعني لتكون الفيديوهات إفادة مفيدة إن شاء الله شكرا جزيلا لك يا أمال على كلامك المشجعة شكرا والدايا وكذلك إيرينا يتبادلون الأحاديث المضحكة من السفر فادي كم دولة زرت؟ كم دولة زرت حتى الآن؟ تقريبا لدي هنا موقع اسمه بين صح اضع عليه الدول التي زرتها اها في اوروبا زرت اوكرانيا تركيا روسيا في اسيا زرت الصين كوريا الجنوبيه سوريا والامارات واو ممتاز الان انا زرت 3% من دول العالم ممتاز إلى الأمام دائما فادي أتمنى أن تزور كل الدول التي تريد زيارتها جميل شكرا الآن فادي يعرض علينا
فيديو جميل من لبنان من شاطئ البحر الأسود الأبيض المتوسط. جميل, شكرا, شكرا جزيلا. للأسف الشديد حان الوقت للوداع, ولكننا لا نريد أن نقول لبعضنا البعض مع السلامة, نريد أن نقول إلى اللقاء, وننتظركم في قريتنا إن شاء الله. سنشوي السمك, سنحضر الأكلة الأوكرانية المفضلة لفادي ورانك بالفراولة أولوب لنا استراوة أمال فلماني, ولكن أيضا فلماني زبطايمو. شكرا جزيلا لكم على الهدايا, سأريكم الهدايا لاحقا, الهدايا من فادي وأمال. وشكرا على هذا الجو الجميل اللطيف, أنتم ما شاء الله أنتم أصبحتم أقاربنا, وفعلا أحبابناكم جدا. ننتظركم, وشكرا جزيلا على يعني حسن الضيافة وعلى هذه الدعوة الكريمة. نبقى على تواصل قبلة هوائية لكم. انتهى لقاؤنا, الآن نرجع إلى سيارة, ربما انظروا إلى هذه الحمامة تجلس فوق النصب التذكاري. وهناك حمامة على رأس النصب التذكاري. ما شاء الله. أصدقاؤنا أهدوا إلينا هذا الكيس المليء بالهدايا, سأريكم ماذا يوجد هناك. الآن سنريكم ماذا يوجد لدينا. أولا أهدوا إلينا قهوة لبنانية, ما شاء الله. شكرا, نحب منتجات شرقية, منتجات عربية جدا, سنشرب وسنتذكر أصدقائنا. تعال نشرب. وأبي قد فتح هذه العلبة الكردونية ورقية, وماذا هنا؟ واو, هذا فنجان, فنجان من مطبعة فادي, ما شاء الله. وهنا صناعته, واو رائعون. هنا عالم لبنان جميل, وكذلك هذه الصورة رائعة. وهنا مكتوب صباح الخير بكل لغات العالم, جميل. وكذلك هنا مكتوب لبنان, ما شاء الله لبنان. شكرا, سيكون هذا الفنجان, هذا الكأس مفضل, كأس عندي, كأس مفضل. الشكر, يعجبني جدا هذا التصميم الرائع وهذه الألوان, وما شاء الله هنا إبريق, هنا مسجد, هنا يعني حمار, هنا كل شيء يخص لبنان, ما شاء الله. ألف شكر, أنا راضية جدا, أنا سعيدة ومسرورة ومبسوطة. جميل. وكذلك هنا, ما هذا أصدقائي؟ هذا تعرفون, هذا زيتون, في هذه الزجاجة زيتون
Мін мазрага, мін бустан Фадіва Амаль. Маша Аллах, ну кадір у газа лільгая, ну кадір газа кайім васамін бін незбаляна, аззайтун мін любнан навсіга, яні бішак ільхаз, мін бустан фаді ва амаль. Шукран джазілен лякум аля газі гадія раіга. Нахну санатазакерукум да іман. Антум фі кулубіна. دخلنا ماكدونالدز وسنأكلهم هذه الفطائر وبطاطس. مام بري أستا يا زرز شهية طيبة هكذا. هنا بالدجاج. وهنا ليمونادا بماراكويا. وكذلك هذه الفطيرة بالكرز. فطيرة بالكرز. سأريكم الهدايا من أصدقائنا اللبنانيين مرة أخرى. والله الكوب جميل، مكتوب هنا صباح الخير بلغات مختلفة. انظروا هنا أشياء جميلة. وهذه القهوة نقهة لبنان، قهوة بالهال، مكتوب هنا بون برازيلي محمص مطحون وهال. كذلك زيتون من بستان أصدقائي.